تحس محركات مركبه برجله. مستحيل يا اخي هذا اللاعب، والله ما بتحسه بني ادم. شوف كيف يا جماعه، كيف السرعه لهالدرجه؟ والله لو مركب محركات برجله مو هيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من نار أستاذ جيمر، معكم اليوم مقطع جديد، وعندنا بهذا المقطع أسرع 10 لاعبين بالعالم لعام 2019. طبعا بهالسنة طلع كتير مواهب وكتير لاعبين جدا سريعين بشكل مو طبيعي، فبتمنى قبل ما نبدا دعمكم زر لايك واشتركوا بالقناة إذا ما كنتوا مشتركين. وصلونا بحدود ال 7000 أو 8000 لايك مشان ننزل لكم درافت جديد اليوم، فبيكون في 3 مقاطع بيوم واحد، فبيكون أكيد يعني شيء جدا رهيب. فاضغطوا لايك واشتركوا بالقناة إذا ما كنتوا مشتركين، وصلونا 8000 لايك مشان ننزل لكم الدرافت بأسرع وقت ممكن. وطبعا بدنا نوصل 300,000 مشترك قبل شهر رمضان المبارك، يعني ما بقي كثير. يعني انا كل فيديو عم برجع بعيد نفس الكلام، بس اشترك بالقناه اذا ما كنت مشترك، واضغط على زر اللايك اذا ما ضغطت يعني لايك. فبدايه انتم توقعوا، تمام؟ توقعوا مين اسرع على 10 لاعبين بالعالم، توقعوا لنا تحت بالتعليقات وبعدين نشوفوا الفيديو، تمام؟ مشان نشوف هل توقعاتكم صحيحه ولا لا. فخلينا نبدا المقطع مع بعض ونقول بسم الله. اوكي خلينا نتخطى هاي المقدمه. بابي سريع يعني بصراحه بشكل مو طبيعي. اوكي تمام، وعندنا جارث بيل شيء رائع، ايضا بيل جدا سريع يعني من اللعيبه الاسراع، وعندنا فينيسيوس حاطين صورته كمان بالمرتبه العاشره، فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد طبعا اكيد. خلينا نشوف مع بعض اللاعب. اوكي هي ضد برشلونه، شوف كيف اللاعب سريع، لاعب سريع هذا بصراحه ما في نقاش، اللاعب جدا سريع. يعني صح انه تخيل ما لعب مع ريال مدريد هالفتره الكبيره او هالمباريات الكثيره، بس اللاعب بين اداؤه، لاعب سريع مهاري وفيها كذا شيء، بس اللي هو الفينش عنده المضروب بس، وهذا الشيء يعني بيتحسن اكيد مع الوقت. اوكي خلينا نشوف لنا شيء هربه هيك. اوكي هاي ضد برشلونه، شوف كيف ما كمل هو، بس يعني شوفوا لا 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 والله سريع، شوف كيف حتى لو ما اخذ الكره، بس شوف مقارنه بين سرعته وسرعه اللاعب القريب من الكره جدا رهيبه. اوكي لا والله سريع، والله سريع، وحتى ريجلون سريع والله. المرتبة التاسعة نيمار جونيور لاعب البي اس جي. خلينا نشوف نيمار مع بعض وانطلاقاته. اوكي يعني اوكي، بس لحد الان ما شفنا انطلاقة، بس عم نستنى نشوف لنا شيء انطلاقة رهيبة هيك. ما بعرف هو يعني شايفه انه سرعته ماشي اوكي سريع، بس مو هالقطار يعني، يعني مقارنة بمبابي بصراحة لا شيء. يعني مبابي شوف شوف شوف, شوف مبابي انتو كيف بيركض، مبابي مو طبيعية سرعته. يعني نيمار شايف انه سريع اوكي، بس هل بضمن 10 افضل 10 او اكثر اسرع 10 لاعبين بالعالم؟ ما بعرف بصراحة، انا عن حالي ما بشوف هالشيء يعني عن اللقطات اللي شفتها، انا عم بحكي بشكل عام لانه ما في الانطلاقه. المشكله هو نيمار بيمشي خطوتين وبيراوغ، فما في الانطلاقه الرهيبه يعني. اوكي ديمبلي، وديمبلي سريع كمان يعتبر. خلينا نشوف بعض من لقطاته. شوف سريع والله ديمبلي، سريع سريع وخفيف، بس يعني هو الاصابات الكثيره هي اللي بتخلي اللاعب ممكن مستواه شوي يتراجع، بس بشكل عام كسرعة اللاعب سريع. اوكي والله سريع، اوه لا جول رهيبة بصراحة، جول جدا رهيب، واو شوف كيف شوف شوف من فوق الحارس. ياسين خوين ياسين خوين، والله رهيبة الجول. اوكي شوفوا مثل هاي يعني سريع. اوكي لا والله سريع ديمبلي، كنت بفكر ابطأ من هيك بصراحة، بس يبدو انه سريع بزيادة يعني. ساني كمان والله ساني رهيب يعني. خلينا نشوف بعض اللقطات مع بعض. شوف كيف يخرب بيتك يا ساني، والله رهيب اللاعب. شوف هي ضد دورتموند اللي لابس قميص انا. ما بعرف شلون ضد دورتموند، هن لعبوا اصلا ضد دورتموند يمكن شي مباراة ودية ولا شي، الله اعلم. اذا كان غير فريق اكتبوا لي يعني، يمكن لاني غلطت او شيء. سريع يعني سريع، بس بيلجا للمراوغه بشكل كبير. انا بدي اشوف شيء انطلاقه يعني، اول واحد شفناه كان فينيسيوس، فعليا انطلاقات
بس ثاني مشكله بيه كمان عم يمشي وبعدين يلعب لغيره او او يراوغ يعني. فانا بدي اشوف انطلاقه مثلا من نص الملعب وماشي. لوزانو والله ما خطر على بالي اطلاقا لوزانو. شوف 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 هذا مع جوردي البا، مع الاثنين يعتبروا من اسرع اللعيبه بالعالم، ومع هيك سبقوا لجوردي البا. واو والله سريع يبدو كثير. هاي الماوس من عندهم اوكي. والله سريع اللاعب. شوف 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 يا الله على السرعة. والله مو طبيعي، والله سريع جدا جدا سريع. شوف كيف هاي، لو لاعب بطيء ما بيجيبها مستحيل. شوف كيف واو، حرفيا لاعب رهيب سريع مو طبيعي. هاي ضد برشلونة مرة ثانية مع جوردي ألبا تقريبا. هاي اللقطة اللي انطرد عليها أمتيتي تقريبا على ما أذكر، يعني تقريبا انطرد أمتيتي بهاي اللقطة، كان أخذ إنذار وبعدين الحكم أعطاه الكرت الثاني تقريبا. يعني حرفيا هذا من بين اللعيبة اللي شفناهم يعني أسرع لاعب لحد الآن أنا شفته. بالمرتبة الخامسة جاريث بيل. إيه جاريث بيل انطلاقاته رهيبة، ما بيلجأ للمراوغة كثير لكن بيلجأ للانطلاقات بشكل أكبر. فخلينا نشوف. أوكي بدنا نشوفنا، أيوة مثل هيك يعني. شوف كيف سريع جاريث بيل. بس بصراحة ما بعرف، أنا شفت إنه لوزانو يعني ممكن من التوب 3 ممكن يكون، ما بعرف. لا سريع حرفيا سريع. شوف شوف هاي ضد روما. يا الله السرعة. واو جيلسون مارتينز والله ولا خطر على بالي، ولا خطر على بالي حرفيا. واو والله يبدو إنه سريع اللاعب. خلينا نشوف. اوكي شوف شوف هاي، خلينا نشوف هيك انطلاقة. انا بدي انطلاقة من على الطرف او من العمق، ايوه مثل هيك يعني. اوكي يبدو ان اللاعب سريع بصراحة، يعني سريع بشكل كبير يعني مو سهل ابدا. اوباميانغ لحد الان ما شفناه، ومين في كمان سريعين هيك ما شفناهم؟ مبابي يمكن. اه اوكي يا اوباميانغ بس هلا كنا عم نجيب سيرته. لا اوباميانغ حرفيا انطلاقات مو طبيعيه عليه، يعني اللي بيتابع مباريات ارسنال سريع مو طبيعي. شوف كيف لو لاعب بطيء ما بيجيبها اصلا الكره، بتطول عليه وممكن تروح على التماس يعني او شيء. واو هي مو اوف سايد اي ولا كيف؟ بشكل عام اللاعب جدا سريع بصراحة. ايوه مثل هيك بدنا. سرعته يعني ممكن اذا بدك تحط مقياس من الصفر بالمرتبة الثانية مبابي، والله كنت متوقع بالمرتبة الأولى. عم قول اوباميانج اذا بدك تقيم سرعته من الصفر ل 99 ممكن 92، لكن هذا مبابي ممكن يجي 96 برياحة. سريع مو طبيعي، يعني من أسرع اللعيبة اللي شفتهم بحياتي بصراحة بالملعب. وخاصة يعني لما تابعت مباراة الأرجنتين بكأس العالم هي وفرنسا، كان يعني في هربة بالجول باللقطة اللي أخذوا فيها فرنسا ضربة جزاء، كانت هربة مو طبيعية بصراحة. خلينا نشوف. شوف شوفوا انطلاقاته كيف. شوف شوف كيف اللاعب قدام أقرب للكرة وبيسب أمبابي بكل بساطة، ولا كأنه في شيء. تحس محركات مركبة برجله، مستحيل يا أخي هذا اللاعب، والله بتحسه بني آدم. شوف كيف يا جماعة كيف السرعة لهالدرجة؟ والله لو مركب محركات برجله مو هيك. واو والله إذا بيجيبوا له انطلاقات لمبابي بكل مباراة بتلاقي هربتين، يعني حتى لو إنه دوري فرنسي أوكي الدوري تعبان ما اختلفنا، بس السرعات يعني ما رح تفرق كثير عن بقية الدوريات. لاعب سريع شوف. والله رهيب والله. اخ بس لو بيجوا هيك لعيبه يعني قد قليل على الدوري الانجليزي او على الدوري الاسباني برشلونه او ريال مدريد. رفعها من فوق؟ لا والله. انهاء حلو، انهاء جدا رائع. رهيب اللاعب، رهيب عليه سرعه يعني مو طبيعيه، والله مو طبيعيه سرعته. شوف الانهاء بكل بساطه. 90 حطه. مو بالتسعين يعني انه بس انه جول.
شوف طلب تبديل تقريبا انصاب هون ولا شيء هيك يبدو. مين هاد؟ اداما تراوري. سمعنا عنه كتير هذا اللاعب كمان، صح؟ سمعنا عنه كتير. خلينا نشوف هيك. لا ببين اللاعب لما بتطلع على شكل الرجل ببان معك بصراحة اذا اللاعب سريع. ورجيني، بدي اشوف انطلاقة هيك، انطلاقة بس، انطلاقة هيك بين لاعبين، يعني بينه وبين لاعب الخصم. بس والله سريع يبدو، يعني حاسس شبيه بمبابي سرعته، ما بعرف اذا اسرع ولا لا، بس يبدو انه اوكي. حلو والله، حلو حلو حلو، ايوه مثل هيك. لا سريع يبدو، والله سريع اللاعب، بس ما بعرف هل هو اسرع ولا مبابي. بصراحة انا شايف انه مبابي اسرع، ما بعرف. هلا هو الترتيب لانه هن عاملينه مو ترتيب عشوائي، عاملينه بالترتيب من العشرة للواحد، فانا مشان هيك عم بقول انه مبابي ممكن يكون اسرع، ما بعرف بصراحة، بس انا هذا اللي شفته، يعني انا عم بحكي اللي شفته. انتوا اللي شفتوه ايضا اكتبوا لنا بالتعليقات مشان نشوف. هي ضد السيتي، اوكي، واو، خلص المقطع. شو السرعات هي؟ شو اللي شفناها هون؟ ماكينات ولا بشر؟ يعني انا عم بطلع هيك يا اخي، كيف هدول شو مركبين برجلهم محركات؟ شو مو والله كذب يا اخي، هاك هذا مو 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 شغل بشر هذا، يعني شو هذا؟ خاصة هذا مبابي، اقسم بالله بيحط الكرة هيك بتلاقيه صار عند الجول بثواني، سريع مو طبيعي. بس محمد صلاح ليش ما جابوه؟ وين يعني استغربت، قلت لحالي على الاقل لازم يكون ضمن المراكز الخمسة الأولى، عليه سرعة مو طبيعية حرفيا، أو حتى ممكن يكون مين؟ يعني محمد صلاح شوف أبرز حدا كان المفروض إنه ينجاب وما جابوه، ليش؟ ما عندي فكرة بصراحة. فأنتوا بالنسبة لإلكم مين أسرع لاعب بالعالم يعتبر حاليا، ومين اللعيبة اللي استغربتوا إنه ما جابوهن؟ أنا عن حالي استغربت إنه ما جابوا محمد صلاح، وصراحة ميسي عليه انطلاقات مو طبيعية، كمان استغربت إنه ما جابوه. لكن غير عن هيك ما بعرف، يمكن في بعض اللاعبين نسيتهم ولا شيء. فانتم مين اكثر لعيبه استغربتوا انه ما جابوهم بهذا المقطع؟ اكتبوا لنا عن هالشيء تحت بالتعليقات، ولا تنسوا اللايك واشتركوا بالقناه اذا ما كنتم مشتركين. فشكرا لكل واحد تابع المقطع، بدنا نوصل 300 الف مشترك قبل شهر رمضان المبارك، ما بقي لنا كثير، فاشتركوا بالقناه من الان وغطوا لايك يعني، وانشروا المقطع بكل مكان، مو كل مقطع لازم اني اطلب، بس انتم يعني تصرفوا، انتم اعملوا اللي بيناسبكم. فشكرا لكل واحد تابع المقطع وتابعنا على الانستغرام، الرابط تحت بالدسكربشن. فبس هذا اللي كان عندي اليوم، في امان الله.